هذا لا شك يقينا أن هذا الهم والحزن من الشيطان. فالبنت بين يديها سليمة معافاة، ولكنها تخشى عليها أن يأتيها عارض، وهذا من لمة الشيطان التي تعرض لابن آدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإنه يحزنه، وأما لمة الملك أي قربه فإنه يؤمنه ويأمره بالخير. ففي هذه اللحظات التي تكون فيها المرأة مهتمة لأمر لم يقع بعد، فلتعلم أن ذلك من الشيطان، فيجب عليها أن تصرف تفكيرها وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تدعو الله عز وجل بصلاح ذريتها، فإن من أعظم ما يدعى به صلاح الذرية. وقد ذكر الله عز وجل عن عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكان الشافعي الإمام يقول: نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كما ثبت عند ابن عساكر في تاريخ دمشق كان يطيل صلاته ويلتفت على ابنه أحيانا ويقول: أطيل صلاتي لأجلك، أطيل صلاتي لأجلك. لأن المرأة إذا صلح في نفسه حفظ الله عز وجل ذريته من بعده. ألم يقل الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. فبين الله عز وجل أن هذه الرحمة وهذا الحفظ لمالهم إنما هو بسبب صلاح آبائهم، وأعظم الصلاح يكون بالدعاء، وأثره في الأبناء يكون بالدعاء. فهذه المرأة تدعو لابنتها بالصلاح والحفظ والله حافظها لا شك قطعا، ولتعلم أن هذا الحزن من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه.